لي الصوره تاني اردوغان وهو يتم استقباله في السودان بيرفع ايده بهذه العلامه الكريهه. وطبعا بيقولوا انه ده نوع من اشاره الى ما يجري داخل تركيا، ان هم دوله واحده وبلد واحد ووطن واحد وشعب واحد يعني. لكن طبعا هذه الاشاره بيتم استخدامها من قبل الاخوان الارهابيه اشاره الى ما يسمى باشاره رابعه، فاكرين طبعا ما جرى، فبيرفعوها على انها رابعه، وهو بيرفعها بيقول ده وطن واحد شعب واحد امه واحده تاريخ واحد، حاجه كده بيقولوها في حزب العداله والتنميه. لكن في كل الاحوال سواء الاخوان سرقوها من اردوغان ورفعوها، سواء اردوغان سرقها من الاخوان او بيحاول يعمل حاله، انا بقول تاني لو انت مش واخد بالك لأرجل أردوغان، ان احنا عارفين ان انت مش ميولك اخوانيه، انت اصلا احد كوادر واعضاء التنظيم الدولي للاخوان، وحديثك كله حديث بيتكلم عن الخلافه والاخوان واستاذيه العالم، نفس كلام حسن البنا. لكن بقول تاني انه تاني بسالك ومنتظر وبسال كل الناس، الخليفه العثماني يا عم، انت خليفه عثماني نصبتك خليفه، يا خليفه المسلمين هل تقبل يا خليفة المسلمين أن يكون لديك سفيرا لدولة إسرائيل التي تحتل القدس الأسير؟